بناء على التوجيهات الملكية السامية لدعم الأشقاء السودانيين خلال محنتهم الإنسانية التي يمرون بها جراء السيول، وفي إطار الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للسودان الشقيق، أشاد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين بما قدمته مملكة البحرين خلال أزمة الفيضانات التي اجتاحت البلاد وخلفت أضرارا مادية وبشرية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السوداني للدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في العاصمة السودانية الخرطوم. ضمن جهود مملكة البحرين لإغاثة الأشقاء السودانيين في محنتهم جراء الفيضانات والسيول، عقد في العاصمة السودانية الخرطوم اجتماع بحريني سوداني للوقوف على متطلبات الشعب السوداني الشقيق والمساهمة في التخفيف من آثار السيول والفيضانات ومناقشة أهم التجارب التي ستنقلها المملكة والتي سيكون لها الأثر الكبير لمنفعة الشعب السوداني الشقيق. ناقشنا أسلوب العمل في البحرين، طبعا تركيزنا كان على أسلوب العلمي في توصيل مساعدات في دول مختلفة، وعددنا لهم تجاربنا وأسلوبنا. تناقشنا عن مشاريع البحرين ودعم مملكة البحرين برعاية ملكية لسيدي جلالة الملك. تجربة البحرين ثرية في تقديم الخدمات. هذا الاجتماع كان لمناقشة ظروف السودان وماذا يود أن يرى السودان من ناحية المساعدات التي يمكن أن تقدم له في هذه المحنة. ونشكر مملكة البحرين حكومة وشعبا على هذه الزيارة الطيبة. كنا نود أن تكون ظروف السودان أحسن من هذا، إلا أننا نعرف الأصدقاء في وقت الضيق، فهذه ظروف استثنائية تتطلب عملا استثنائيا، ووجود وفد البحرين بين الظهرانين اليوم خفف عنا كثيرا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار بناء الخطط المستنيرة للجمهورية السودانية التي ستحقق المزيد من التطور والنماء للعاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في القطاع الصحي. فكرنا في انه هل ممكن يكون في مذكرات تفاهم لتبادل خبرات، ونتعلم ممكن كيف انه نحن حتى نتكلم عن الصحة العامة، كيف نحن ممكن نستفيد من تجربة مملكة البحرين، كيف انه ممكن تكون دي بداية لجسور يعني تواصل، دي بداية لمشاريع مختلفة، كيف انه نحن ممكن نتكلم عن التنمية المستدامة في السودان، كيف انه نحن نقدر نساعد المتضررين اللي تضرروا من الفيضانات. تكلمنا اليوم عن الصحة العامة وعن الرعاية الصحية الأولية، حيث ان البحرين تعتبر من أوائل الدول على مستوى العالم في مستوى الرعاية الصحية الأولية، وأعتقد أن كذلك نقل هذه الخبرة بالنسبة للتعامل في المراكز الصحية منها العلاجية والوقائية أو تعزيز الصحة، يعني هذه أمور ركائز يعني مهمة جدا، وأبدوا يعني الجانب السوداني والمعنيين والمسؤولين اهتمامهم بذلك الشيء، وعلى أساسه إن شاء الله بتكون هناك كذلك تنسيق لنقل المعلومات. وناقش الاجتماع أيضا التطور الذي تشهده العلاقات السودانية البحرينية والرغبة المشتركة في مواصلة مد جسور التواصل بين البلدين لتكون بداية لمزيد من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع للبلدين والشعبين الشقيقين. اجتماع بحريني سوداني ناقش كيفية بناء سودان جديد على أمل نقل تجربة مملكة البحرين في الصحة العامة والبنوك، كونها تتصدر المراكز الأولى عالميا. طلال نايف لمركز الأخبار من العاصمة الخرطوم.